موجز التاسعة من الجزائر الدولية الإخبارية، أهلا بكم. أكد رئيس الأركان الجزائري الفريق سعيد شنقريحة تميز العلاقات العريقة التي تربط الجزائر ومصر، والتي تعود جذورها على وجه الخصوص إلى ثورة نوفمبر 1954. وخلال لقائه وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد أحمد زكي محمد في القاهرة، شدد الفريق شنقريحة على حرص الجزائر على العمل سويا من أجل إرساء السلم والأمن على مستوى القارة الإفريقية عموما وشمال إفريقيا على وجه الخصوص. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها إن الفريق شنقريحة سلم لمضيفه المصري وثيقة عسكرية مهمة تتعلق بمشاركة الجيش الجزائري في حرب أكتوبر 73/1900 ضد الاحتلال الإسرائيلي ممثلة باللواء الثامن المدرع. وأضافت أن الفريق شنقريحة توجه والوفد المرافق له لمواصلة زيارة مختلف أجنحة إيدكس 2021 معرض الدفاع، حيث زار الجناح الروسي واطلع عن كثب على العديد من منظومات الأسلحة والتكنولوجيات العسكرية الحديثة المعروضة. قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الزاوية الليبية مساء الثلاثاء باستبعاد خليفة حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من الشهر الجاري بحسب إعلام محلي. وبثت قناة ليبيا الأحرار الخاصة مقطعا مصورا للحظة إعلان قضاة محكمة مدينة الزاوية الابتدائية قبول الطعن المقدم في حفتر واستبعاده من قائمة المرشحين. ووفقا لموقع ليبيا المستقبل، فقد اعتبرت المحكمة المذكورة أن ما أصدره المجلس الأعلى للقضاء قرارا وليس قانونا، ما يجيز له إمكانية استقبال الطعون والبت فيها. وكان حفتر قد أعلن في 16 نوفمبر المنصرم ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، حيث قدم أوراق ترشحه رسميا لمفوضية الانتخابات في بنغازي. اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد مجددا الثلاثاء جهات لم يذكرها بالسعي لضرب مؤسسات الدولة والتسلل إلى القوات العسكرية والأمنية. وقال خلال إشرافه على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش إنهم لن ينجحوا في مآربهم، مشيرا إلى أن تونس بحاجة إلى الكفاءات، ولكن قبل الكفاءات يجب أن يكون هناك صادقون ومخلصون للوطن. وجدد قيس سعيد خلال الاجتماع نفيه المساس بالحرية في بلاده، مؤكدا أن معارضيه يتمتعون بالحرية. ومن كان يعتقد، ونحن في هذا اليوم، أن الدولة التونسية ضعيفة، فليثق من أضغى في أحلامه. يتحدث من ألفه نعيق الغربان، يتحدث هؤلاء بكل حرية متجاوزين القانون، ومع ذلك يدعون باطلا وزورا وبهتانا بأن الحريات محدودة. بل أكثر من ذلك، هناك من يدعو إلى العصيان، ومع ذلك فهو حر طليق، فكيف يتحدثون عن الحد من الحريات؟ مع كل رحابة الصدر، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية صباح اليوم الأربعاء أنه دمر زورقا مفخخا لجماعة أنصار الله قبل تنفيذ هجوم وشيك جنوب البحر الأحمر. وقال التحالف في بيان إن إطلاق الحوثيين للزورق المفخخ كان من محافظة الحديدة، لافتا إلى أن التهديد الحوثي لحرية الملاحة يهدد الأمن الإقليمي والدولي بحسب التلفزيون السعودي.
أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق مساء الثلاثاء فوز التيار الصدري الذي يقوده مقتدى الصدر ب73 مقعدا من مجموع 329، ليصبح بذلك أكبر كتلة في مجلس النواب العراقي للسنوات الأربع المقبلة. وأثبتت نتائج هذه الانتخابات تمتع الصدر بشعبية واسعة في العراق، مما سيجعل منه لاعبا في مشاورات تشكيل الحكومة العراقية. وذكر بيان للمفوضية المستقلة للانتخابات التشريعية العراقية حصول تحالف الفتح الذي اعترض على النتائج الأولية بدعوى حدوث تزوير، تحصل على 17 مقعدا. أفادت وزارة الدفاع الروسية بوصول 3 طائرات نقل عسكرية إلى أفغانستان لإجلاء الرعايا الروس وتسليم مساعدات إنسانية لهذا البلد. وبحسب بيان وزارة الدفاع، فقد قامت 3 طائرات نقل عسكرية من طراز L-76 تابعة لوزارة الدفاع الروسية بتسليم شحنات إنسانية إلى مطار كابول، وتستعد للمغادرة ونقل المواطنين المقرر إجلاؤهم من أفغانستان. ولفت البيان إلى أن طائرات النقل العسكرية الروسية هذه نقلت شحنات إنسانية من روسيا إلى الشعب الأفغاني، وسلمت الطائرات ما إجماليه 36 طنا من المساعدات الإنسانية. وأشار البيان إلى أن كل طائرة كانت مزودة بفرق من الأطباء العسكريين والمعدات والأدوية اللازمة لتقديم المساعدة لمن يتم إجلاؤهم. أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الثلاثاء أن بلاده ستعرض على روسيا نشر أسلحة نووية على أراضيها في حال نشر الناتو أسلحة نووية في بولندا. وفي حديث لوكالة نوفوستي الروسية، علق لوكاشينكو على تصريحات الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ الذي قال إنه في حال رفض ألمانيا وضع أسلحة نووية على أرضها قد يتم نشرها في دول أوروبية أخرى بما في ذلك شرق ألمانيا. وقال الرئيس البيلاروسي بهذا الصدد: تلك الحالة سأعرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعادة الأسلحة النووية إلى بيلاروسيا. ولم يكشف لوكاشينكو عن نوع الأسلحة المحدد الذي يمكن لبيلاروسيا أن تستقبله على أراضيها، قائلا أنه سيتم الاتفاق بشأن النوع وسيكون هو السلاح النووي الأكثر فعالية عند مثل هذا التماس. ختام هذا الموجز، ألقاكم على رأس الساعة بحول الله، السلام عليكم.